حوالي الساعة الثانية من فجر يوم السبت منحت القيادة الإسرائيلية الضوء الأخضر لأكبر هجوم ضد إيران في تاريخ الدولة العبرية والأكثر خطورة على المستوى السياسي. عملياً أقلعت المقاتلات لتنفيذ ضربات محددة ضد أهداف عسكرية إيرانية كان سبق أن حددتها إسرائيل والتزمت بها على غير المعتاد. المقاتلات الإسرائيلية بعضها من طراز F-35 دخلت المجال الجوي الإيراني للمرة الأولى وحلقت فوق طهران وقصفت أهدافها. الضربات الجوية كانت واسعة النطاق وأدت بحسب إعلام إسرائيلي إلى شل قدرة إيران على إنتاج صواريخ باليستية بعيدة المدى، كما جعلت منشآت الطاقة الحيوية عرضة لهجمات مستقبلية بعدما دمرت إسرائيل 4 بطاريات دفاع جوي من طراز S-300 كانت في مواقع استراتيجية تحمي طهران والمنشآت النووية. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 3 مسؤولين إيرانيين، أحدهم من وزارة النفط، قولهم إن الهجمات على الدفاعات الجوية تسببت في قلق عميق في طهران، حيث جعلت مصفات النفط عبادان ومجمع بتروكيماويات بندر الإمام الخميني وميناء رئيسي مجاور، كما حقل الغاز في محافظة إيلام بلا دفاع. كما هاجمت إسرائيل 12 خلاطة كوكبية والتي تشكل عنصرا حاسما في برنامج الصواريخ الباليستية وتستخدم لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية بعيدة المدى. هذه الصورة الاصطناعية تظهر تضرر مبنيين في موقع فجير تستخدمها إيران لخلط الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، وبحسب المعنيين يبدو أن الضربات قد تعرقل إلى حد كبير قدرة إيران على إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة. أما هذه الصور لموقع بارتشين العسكري الضخم فتظهر أن إسرائيل دمرت أيضاً 3 مبان لخلط الوقود الصلب للصواريخ الباليستية ومستودعاً. موقع يعتبر واحد من المنشآت الحساسة التي تضم برامج تطوير تقنيات صاروخية وطائرات مسيرة إضافة إلى أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. إذن حتى الساعة يبدو أن الضربة الإسرائيلية طاولت القدرات الإيرانية التي عملت على تطويرها على مدى عقدين من الزمن، كما باتت إسرائيل قادرة على التحليق بحرية أكبر في حال استمرار الحرب، فضلاً عن الانتكاسة في قدرة طهران على إطلاق الصواريخ باستمرار في ظل الضرر الذي لحق بقدرتها على تجديد مخزونها الصاروخي.